عملت ايه عشان توصليني لكده؟ ازاي قدرتي تشيلي جواكي كرهك ليا طول حياتك؟ طب كنتي بعيدي عني، كنتي فارقيني في اي وقت، ليه شفتيني عدوتك وانا كنت بشوفك اهلي؟ كنت بقول عليكي اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، ليه تعبتيني وانت عايشه وانت ميته؟ ده انا ما كنتش بفكر غير في الخير. ربنا يسامحك يا مروه، ربنا يسامحك. انا اسفه ان انا جيت لكم من غير ميعاد، بس في الحقيقه الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده ما يستحملش التاجيل. فيها كمالي، بقالك ربع ساعه من ساعه ما جيتي وانت عماله تقولي في مقدمات، ما تخش في الموضوع على طول. جرى يا مجدي، ما بالراحه عليا، الموضوع مهم جدا وحساس جدا. انا بودا جالي. جالك ليه؟ بيساومني على فيديو ليه هو ولؤلؤ، بس من الواضح طبعا انها كانت يعني مش فاعيه، كان عايز ياخد مني فلوس ويديني الفيديو عشان اشهر بيها. وش معنى انت؟ كان متخيل ان احنا الاثنين علاقتنا مش كويسه، انا كنت ممكن اخد الفيديو واديله الفلوس اللي هو عايزها وامسحه وما اجيب لكمش اي سير عن الموضوع ده خالص، بس الحقيقه انا فكرت وقلت جايز يكون عنده اكتر من نسخه يديها لاي حد عايز برضو يعني يأذي لؤلؤ. اكيد عنده نسخ تانية واكيد عايز يساوم بيها ناس تانية. ما هو عشان كده بقى احنا لازم نوقفه عند حده. انا عن نفسي تحت امركم في اي حاجه، شوفوني عايزاني اعمل ايه وانا اعمله. هاي لؤلؤ ردي علي، عايزاني اعمل ايه؟ ولا اي حاجه، معلش انا هطلع ارتاح عشان تعبانه شويه.